اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة دكتور كارلوس تيبس. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التصرف الصحيح اذا تهيجت البشرة. ضروري جدا اذا تهيجت البشرة ان احنا ما نهملش هذا التهيج ونعالجه في اسرع وقت عشان تجنبا لحدوث تصبغات واثار على البشرة. طبعا تهيج البشرة غالبا بيكون نتيجة استخدام منتج غير مناسب للبشرة، سواء كان مقشر او كريم وخلطات ممكن نستخدمها على البشرة او كمان بعد ازالة الشعر ممكن يؤدي الى تهيج واحمرار. وعشان نعالج هذا التهيج اول خطوة هنوقف استخدام المنتج اللي احنا استخدمناه وعمل تهيج. تاني حاجة هنعمل كمادات مية باردة او اللي احنا نجيب حتة تلج ونمررها على المنطقة اللي حصل فيها التهيج. بعد كده بنستخدم مرطب قوي على المنطقة اللي حصل فيها التهيج زي البيبانتين مرهم، سيبه لمدة ساعتين على المكان وبعد كده بنشطفه بالمية، ولو لسه التهيج موجود ممكن نستخدمه كمان مرتين او ثلاث مرات يوميا. لو استمر التهيج لتاني يوم في هذه الحالة بنلجأ لاستخدام كريم للحساسية بيحتوي على نسبة من الكورتيزون الخفيف زي كريم إليكوم كريم، بنستخدمه على المكان اللي فيه التهيج مرتين يوميا لمدة يومين. وكده أكون خلصت فيديو النهاردة، أتمنى تكون استفدت، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اللايك وكمان مشاركة للفيديو عشان تعم الفايدة. عندك أو عندك أي استفسار سيبولي في الكومنتات تحت، ولو لسه مشتركتش معايا في القناة أتمنى تشرفني بالانضمام للقناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ودمتم بألف صحة وعافية.